ضرب البوكس ده يا يوسف. عايزين نعمل تجربه نحط ابن ايفان في حمام السباحه، ايه رايكم يا جماعه؟ يلا بينا. انزل يلا. تمام. بيلعب بالميه، فرحان بالميه، ما بيخافش منها. ما بيخافش والله، طالع صايع. صايع انت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احلى صباح عليكم يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. النهارده اول شاور هياخدوه ولاد ايفان طبعا الجراوي اللي عندنا، وزي ما قلنا لكم قبل كده ان احنا هندخلهم تدريب وحاجات زي كده. اول شاور هياخدوه النهارده، الجو حر. طبعا احنا عندنا التطعيم السماني كده بقالنا يعني فتره ما يقارب مثلا اسبوع اهو واخدين السماني، فكويس عليهم كده، الجو فيه دفا، الشمس طالعه، الجو جميل جدا. هنبدا النهارده نحميهم، بس طبعا قبل ما نحميهم كده قلنا نعمل تجربه مع الجرو ده ان احنا نقربه لحمام السباحه كده ونشوف هيعمل ايه. طبعا اول ما قربناه لحمام السباحه لقينا ان هو عايز يلعب بالميه، تمام. بصوا مش خايف، مش مرعوب ولا حاجه زي كده. في كلاب تقربها من الميه تلاقيها مرعوبه. بصوا ده فرحان مبسوط. ايه خد اهو يلا. يلا 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 يلا. طب يلا بينا بقى نخش على الشاور دلوقتي يا جماعه. طبعا انا مدخل الجرورين التانيين في الحمام، تمام. هنبدا دلوقتي ان انا ندخله معاهم عشان نحميهم حمايه لوكس كده، وهيطلعوا مش هنحطهم على الرمل. طبعا انا فتحت لهم الميه اهو. اقفلوا الميه بره، حد فتح ميه بره؟ مطور تعالى، ما تخافوش ما تخافوش ما تخافوش ما تخافوش. تعمل ايه؟ تعالى بقى. طبعا الاول نبوش الكلب عشان جسمه طبعا مكان الرمله بقى ومكان من يوم ما اتولدوا طبعا ما استحموش يا جماعه، شقيين جدا. غرق الكلب الاول وبعد كده هنبدا اننا نليفه اهو. خافش ودي البنوته اهي، وادي الذكر الثاني. خلي الكاميرا تعدي اهو. معايا بقى الصابون، تمام، اللي انا بنحمي بيه. طبعا زي ما انتم عارفين انا بنحمي بمسحوق عادي، تمام، اللي هو الاوكسي. انا متعود ان انا احمي كلاب بيه اهو. ده بقى يخلي ريحه الجرو وشعره في لمعه، عشان لو حد قال ايه ده بيبهدل جسمهم وحاجه زي كده، لا ما تصدقش الكلام ده، تمام، لان ده احنا عاملين عليه تجربه 100 مره. ادي معاك الجرو التاني اهو، الولد التاني طبعا مواصفاتهم شوفوا عامله ازاي، ولما استحمى تحس ان فوق بقى فار اهو. متخافش متخافش، النضافه بتاع فين؟ خش انت عامل ازاي؟ عارفين عايزه تجري. طب انا ممكن نعمل كده ولا خليني زي ما انا احسن؟ متخافش متخافش متخافش، طبعا كده يا جماعه زي ما شفنا الثلاث جراوه اهو كده. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنطلعهم بره في بوكس ينشفوا فيه. لازم يكون البوكس ما يكونش على تراب ولا على رمله ولا على الارض، البوكس بيكون عالي من الارض طبعا، بكده ينشفوا فيه. خليكم معانا يلا لما نطلع بره. خش خش هادي يا جماعه الجراوه اهي حطيناهم في بوكس بره تمام. طبعا كده احنا جبنا البوكس حطيناه في الشمس علشان ينشفوا بسرعه اهو تمام. صفوا بقى ميتهم وتمام التمام. ايوه شيلها خالص كده. احلى تحيه ليكم، كل سنه وانتم طيبين. طبعا موضوع الحمى ده بسيط خالص، بس اهم حاجه الميعاد اللي انت تحمي فيه. احنا زي ما قلت لكم احنا عدينا ميعاد التطعيم بست ايام اللي هو اخر تطعيم، واليوم واضح الشمس طالعه عامله ازاي، فطبعا كده انت تحمي وانت مطمن. لكن اوعى تحمي في وقت يكون فيه برد، علشان ما تتعبش الجرو اللي عندك او الكلب اللي عندك، او تحمي في وقت مثلا يكون ان في شتاء او حاجه زي كده. وما تحميش يوم التطعيم، حمي بعد التطعيم باقل شيء 5 ايام ولا 6 ايام. بس ده التطعيم الاخير، ما تحميش وانت لسه فاضل لك تطعيمات. احلى مسا عليك.